لكل الأبراج، وأيضا لمعرفة المزيد من الأبراج أيضا تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك اللي هسه عبر اللايف على 98.0 FM، وتقدرون أيضا من خلال التعليقات أو الكومنت تدزون كومنت إذا ما حد سمع برج نعيدها مرة ثانية. بداية من مولود برج الدلو، هو شخصية سريعة البديهية، يستطيع التفكير والتحليل بكل إيجابية، ويكون مستغل عاطفيا وماليا، ويتميز بشخصية قوية ومستوى عالي من الثقة بالنفس، وتمكنه من إنجاز الكثير من الأمور في الحياة. وأيضا على الصعيد المهني هذه الأيام، حاول أن تظهر حبك للآخرين بهدف تقوية العلاقات، وسيدفعك الحظ إلى تحقيق المزيد من الأحلام التي تخطط لها منذ شهور. أما إذا نروح على صعيد الصحة، حاول أن تتغلب على عادتك الصحية الماضية، وأضبط نظام غذائك، وابتعد عن الأكلات الدسمة والجاهزة، قد تسبب لك بعض المشاكل والأمراض، ويمكن استبدالها بالفواكه الطازجة. أما نروح توقعات علم الفلك لهذا البرج، أنت من الأشخاص الناجحين والراغبين في الوصول إلى القمة، ومؤهلين لذلك بالفعل، وذلك حاول أن تكون تستمر في التركيز على أهدافك التي تسعى إليها. وهو أيضا أصحاب برج العذراء محبين للأسرة، يسعون بكل طاقتهم لسعادة وتوفير الراحة الأمان لها، كما أنه من الأفضل الأبراج في تحمل المسؤولية وإتمامها على الوجه الكامل. أما على الصعيد المهني، تحتاج إلى إعادة ترتيب أولوياتك في العمل، فالطموح لن يتحقق مرة واحدة. خطط لنفسك وحدد أهدافك أولا، حتى لا تستنفذ طاقتك في أشياء لن تفيدك. أما على الصعيد الصحي، الضغوط تجعلك تتصرف بشكل غريب بعيد عن أسلوبك، وحاول أن تبتعد بنفسك عن أجواء التوتر والضغط النفسي، وواظب على ممارسة الرياضة حتى تستعيد نشاطك وطاقاتك. أما توقعات علم الفلك في برج العذراء، ربما تجد صعوبة في محيط العمل بسبب تفكيرك المشوش وتداخل الأفكار والأهداف، ولأن الطموح هي صفتك الغالبة، لذلك تسعى دائما إلى تحقيق طموحك بشكل سريع دون أن تضع أهداف محددة من البداية. العقرب هم أذكياء على الفطرة، يساعدهم على الفهم والإدراك حتى في سن صغير، كما أنه صاحب قرارات ومواقف كبيرة وصائبة حتى في أشد الأمور. وصاحب برج العقرب أن من هو من الأصحاب الذين ينجزون إنجازات عظيمة، وأنه من مولود أيضا برج العقرب، هم شخصية تحترم الجميع، وكذلك يحترمها الجميع، وينعم بهم المشاعر الرقيقة والطيبة والشجاعة في نفس الوقت. أما على الصعيد المهني لهذا البرج، فإنه تحاول على الدوام أن تتقدم في حياتك العملية لترى نتائج تعبك أمامك، وكن هنالك ويكون هنالك تأثير على مستقبلك بشكل إيجابي، وسيظهر من البداية العام يجعلك تسعد بما أنجزت. أما على الصعيد الصحي، حاول ممارسة بعض التمارين التنفس والتقنيات الاسترخاء، سيساعدونك أيضا في التعامل مع مشاكل قلة النوم التي واجهتها مؤخرا. أما أوضاعك جيدة جدا في الفترة المقبلة، وتحديدا على مستوى علاقتك بالزملاء في العمل، كذلك على مستوى العائلة، ومن الضروري أن تهتم بصحتك في الفترة المقبلة. أما برج القوس، أنه يتميز بالعاطفة والحماس، وأنه أيضا طيب القلب ومشاعره رقيقة، يعبر عنها بمنتهى الدقة والصراحة، ومستقل في موافقة مع الآخرين، ومحب لأسرته، ويتفانى في إسعادها مهما كانت الظروف. أما على الصعيد المهني، استقرار كبير يشعر به هذا مواليد برج القوس في حياته المهنية، هنالك المزيد من النجاح والتقدم سيكون رفيقهم في هذه الفترة،
لذلك لا داعي للقلق بشأن مستقبلهم، لأنه سيكون في فترة من البريق والأمل والتقدم العملي. أما على الصعيد الصحي، الرياضة أهم شيء يمكن أن يفعله أصحاب برج القوس لصحتهم، وخاصة اليوغا والتأمل مع الانتظار في الوجبات الصحية، انتظام في الوجبات الصحية وتناول الماء والعصائر الطبيعية. وبشرك على مال الأبراج والفلك بيوم كله إيجابية يا مواليد برج القوس، والتصالح النفسي والعمل الجاد دون إرهاق. ولكن حاول أن تلتزم بجدولك الأسبوعي الذي خططته بنفسك، ولا تترك الأمور للصدف، هذا مفيد جدا في حياتك العملية والعاطفية. الحوت، مريض برج الحوت يتميز بعدة صفات منها لديه مشاعر حساسة ورومانسية، يتعامل مع الأمور التي لديها بشكل غير واقعي، ولديه عاطفة عالية بشكل لا يصدق. أما أيضا مريض برج الحوت يتمتع بأنه لديه خيال جارف وقلب غاية في الطيبة، ولا يفكر بالأمور الصغيرة، ويملك الجاذبية العالية تجعله يتعرف على أصدقاء جدد بشكل سريع. أما على الصعيد المهني، عليك أن تقتنص الفرصة التي أمامك ولا تتردد في الحصول عليها، فهي قادرة على نقلك لمكانة أخرى بعيد عن العمل الذي تكون عالق به، لتشعر بالمزيد من السعادة. أما على الصعيد الصحي، حاول أن تتجنب الأطعمة السريعة والابتعاد عن الطعام المقلي والحلويات. أما توقعات علماء الفلك لبرج الحوت، لا تنتظر خلفك لأي حدث مضى وانتهى، ركز في مستقبل عملك وكن واعيا لما يحدث حولك، وأحفظ سرك ولا تعطيه لأحد، عندها لا تلوم غير نفسك في هذا الفعل. هاي بتجو، شكرا عباس على القهوة. هاي بتجو عباس بعد شطرين. روح أيضا على برج آخر، مولود برج الجدي، يتميز بعد الصفات منها أنه يثق بنفسه بشكل كبير، ويحب الأجواء المرحة والمضحكة، وأنه أيضا يتمتع بحب الترتيب والنظام لأبعد حد، وله قلب طيب وعطوف، ولا يتقبل الرأي الآخر من شدة عناده وإصراره على رأيه. أما على الصعيد أكيد المهني يا برج الحوت، قد تشعر بالكثير من المشاعر الغريبة في العمل، وقد تكون مشاعر الغيرة من نجاحك، لا تلتفت لها وتابع عملك كما هو، وسر في طريقك لتتلقى المكاسب المالية في القريب العاجل. عشان تريد تجيك مكافأة مالية، أنا دا أقول لك. أما على الصعيد الصحي، حاول أن تنتظم في الروتين الذي تقوم به، ولا تتناول طعام يحتوي على السعرات الحرارية العالية حتى لا تزيد من وزنك لتصل للوزن المثالي مع ممارسة الرياضة. وأما توقعات علماء الفلك لبرج الجدي، إنها تمتلك قدرة كبيرة على التحكم على الأمور بكل حكمة دون الشعور بالتوتر، ولديك نظرة ثاقبة وتجد التصرف في الأمور الصعبة، ولديك ثبات تحسد عليه. موجود برج السرطان، يتميز بعدة صفات منها أنه يمتلك مشاعر رومانسية ومرهفة، ويعشق الاهتمام من الآخرين خاصة ممن يحبونهم، ويكون مزاجه يتأثر من أي شيء يحدث من حوله، وأيضا يتمتع بأنه يمتلك حاسة قوية على معرفة شخصية الناس من حوله، ولديه حدس قوي وقادر على التأقلم مع الأمور المتغيرة من حولها. أما على الصعيد المهني، عليك أن تغير طريقة تعاملك مع الناس من حولك، وكن أكثر حسما في القرارات التي تعيد أن تأخذها، مع عدم تأجيل العمل لوقت آخر حتى تشعر بالراحة والاسترخاء. أما على الصعيد الصحي، أكيد مارس الرياضة اليوغا لتشعر بالسعادة والسلام والراحة، وأيضا تنظيم مواعيد النوم، وقلل من تناول الكافيين خلال ساعات النهار والليل مع تناول الأطعمة التي تحتوي على عناصر مفيدة. أما توقعات عن الفلك، الفلك لبرج السرطان، حافظ على هدوءك بقدر الأمكان، ولا تتحدث من منطلق غضبك، وكن أكثر عقلانية، ووضع خطط طويلة الأجل لمشروعك حتى تصل للنتيجة التي تريدها. ويا الاتصال، وأقول ألو، صباح الخير. راح الاتصال، أعتقد انقطع. نكمل اليوم ويا مولود برج الأسد. مولود برج الأسد، إنهم أناس سماتهم الأساسية أن يكونوا في دائرة الضوء، وتجدهم مروحون للغاية وعطيفون، يتمتعون بالرومانسية والإبداع،
وأحس الفني كما أنهم شخص جذاب من أشخاص أيضا يكون لها جاذبية في شخصيتهم، حتى هم معروفين باستقرارهم وولائهم وتمسكهم وأنهم أصدقاء وعشاق مخلصون يضعون قلوبهم في كل علاقة يمرون بها. أما على الصعيد المهني لبرج الأسد أمامك فرصة لحل خلافاتك مع زملاء العمل، فيمكن أن تفتح أو تفادح زميلك في مشكلة وتتناقش معه للوصول لحل فوري وسريع، ويمكنك اليوم أن تنجز مهامك المؤجلة وترتب أفكارك بشكل منظم. أما على الصعيد الصحي يجب أن تهتم بصحتك، هاي لازم عليه والله، والابتعاد عن تناول الأغذية المفيدة والغنية بفيتامين سي وكذلك الخضروات والفواكه الغنية بالفيتامينات والمعادن الأساسية. توقعات على ماء الفلك لبرج الأسد، يرى على ماء الفلك أنه اليوم يمر بيوم حلو وجميل، وتمر اليوم يكون استقرار حتى في جميع الأصعدة الذهنية والصحية والبدنية. أما روح أيضا على برج الجوزاء، يتمتع برج الجوزاء، أنا أعرف الجوزائيين هم يعني شوية عندهم حب التنافس وحب التحدي، وأيضا هم متقلبين بعض الشيء، وأنهم أيضا يتمتعون بشخصية اجتماعية ومحبوبة من جميع زملاء العمل، وأنهم أيضا يتصفون بصفات تكون قادرة على تكييف مع الظروف المختلفة والمزاجية التي تجعلهم يتأثر من أقل كلمة، كما يستطيع أيضا أن يتحمل مسؤولية في العلاقات العاطفية. مع الصعيد المهني حاول أن يتحدى وينافس من حوله، وضع خطة جديدة تساعدك على النجاح والوصول لهدفك، وإياك أن تتراجع مرة أخرى أو تيأس حتى تنجح وتتفوق في عملك. أما توقعات برج الجوزاء، يجب على مولود برج الجوزاء خلال الفترة المقبلة أن يعود لحيويته ونشاطه من جديد، ولا يستسلم اليأس والإحباط حتى يشعر بالسعادة ويقبل على الحياة أما برج الثور مستمعينا الكرام، أنه يتسم برج الثور أيضا بصفات يعني حلوة، منها أنه حبه الشديد لأسرته والعناد الذي يدفعه لاتخاذ القرارات المتهورة في الكثير من الأحيان، والصبر الطويل الذي يجعله يتحمل كل الصعاب والمتاعب. أما على الصعيد المهني، تعاون مع رؤسائك في طرح أفكار جديدة ومختلفة في مجال عملك حتى تثبت قدرتك وموهبتك لهم، كما عليك بالاطلاع على كل ما هو جديد حتى تستطيع المنافسة من حولك. أما توقعات على ماء الفلك لبرج الثور، يجب على مولود برج الثور خلال هذه الفترة أن يحافظ أيضا على قوة العلاقة بينه وبين شريك حياته، ولا يثير المشاكل معه مرة ثانية. أما برج الميزان، اسمعوا زين أصحاب برج الميزان، أنهم يمتلكون الصفات الجيدة والإيجابية التي منها الحرص على تحقيق العدل، لذلك يلجأ إليه كل من يشعر بالظلم لينصفه، كما يتسم الأناقة والرقي، وكذلك أيضا هو رومانسي والإخلاص يعني من صفاته، هو تردد في اتخاذ القرارات، لذلك يهدر الكثير من الفرص الهامة في حياتها. مع على صعيد المهني، استمر في إبداعك وتطورك لذاتك حتى تنجح وتتفوق في عملك خلال الفترة، وإياك أن تعود لنقطة الصفر مرة أخرى حتى لا تصل لما تحلم به طوال الوقت. أما توقعات برج الميزان لعلماء الفلك، أنه يستمر في إبداعه وافتكاره للأفكار المختلفة ولا يتراجع للخلف مرة أخرى. أما برج الحمل، أيضا له صفات إيجابية منها القدرة على التحمل المسؤولية، هو شخص قيادي أيضا، وله الكثير من الصفات منها حبه شديد لتربية الحيوانات الأليفة. أما على الصعيد المهني، حاول لا تيأس، كما عليك بتحسن علاقتك من حولك حتى تعمل في بيئة هادئة ومستقرة، يا ياسر مما يسعدك أيضا على زيادة الإبداع لديك، وإياك أن تتراجع عن هدفك. أما على الصعيد الصحيح، أحرص على تناول عصائر الفواكه الخالية من السكر. وتوقعات برج الحمل وتوقعات العلماء، أنهم أن يقبل على الحياة ويتخلص من اليأس والإحباط، ويحسن من علاقته بشريك حياته حتى يشعر بالسعادة. هاي كانت أبراجنا لهذا اليوم مستمعين الكرام، وأيضا انتقل لي فقرات كثيرة ومتنوعة من صباح الخير يا وطن على 98.0.